حذرت مصادر طبية من انتشار واسع لحمى الضنك في محافظة مارب التي تستضيف أكثر من 2 مليون نازح. أشارت المصادر إلى تسجيل نحو 1000 إصابة للمرض وثماني وفيات منذ أكثر من 5 أشهر في التجمعات السكانية ومخيمات النازحين. ووفق المصادر فإن الإحصائيات المسجلة تشمل فقط الحالات التي وصلت إلى المشافي الحكومية، في وقت تشير مصادر طبية أخرى إلى رصد المئات من حالات الإصابة بحمى الضنك في المشافي الأهلية خلال النصف الثاني من هذا العام. يرافق هذا التفشي لحمى الضنك ندرة في التجهيزات الطبية بمخيمات النزوح، إذ تتوافر وحدات صحية ثابتة في 2 من مخيمات النزوح من أصل 194 مخيما. إذن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الرعاية الصحية الأولية بمكتب صحة مأرب دكتور ناصر السعيدي. مرحبا بك دكتور ناصر. إذن هناك انتشار واسع لحمى الضنك في مأرب ومخاوف من تفشيها في أوساط النازحين، ضعنا في صورة هذا الانتشار الواسع وكذلك طبيعة الوضع الصحي المرتبط بوباء حمى الضنك. نعم دكتور. دكتور ناصر السعيدي إن كنت تسمعني. ضعيف الصوت. نعم سأعيد لك السؤال إن كنت تسمعني، يعني هناك انتشار واسع لحمى الضنك، ضعنا في طبيعة الوضع الصحي حول انتشار الوباء في محافظة مأرب. حياك الله يا أخي، شكرا لكم في يمن الشباب على اهتمامكم بالمواضيع الصحية، ومن ضمنها حمى الضنك التي تعاني منها محافظة مأرب منذ سنوات. هذا السنة وصل البلاغ إلى نهاية شهر أكتوبر 808 حالات حسب بلاغ البرنامج الترصد الوبائي، وهذه الحالات في مديرية الوادي والمدينة وحريب ورغوان. نعم، ماذا عن الإجراءات التي تقوم بها سواء السلطة المحلية أو مكتب الصحة؟ هل هناك عمليات وقائية كرش وغيرها للتقليل من مخاطر الإصابة لحمى الضنك؟ أخي العزيز، تعرف أنه حمى الضنك من الأمراض التي يجب على المجتمع بشكل كامل بأن يتعاون معهم في الردم والتوعية الصحية. طبعا مكتب الصحة والتعاون مع السلطة المحلية وبعض المنظمات قام بحملتين رش، الحملة الأولى من مؤسسة يمن ممولة، والحملة الثانية من جمعية الحكمة اليمنية، بالإضافة إلى التوعية الصحية عبر التثقيف والإعلام الصحي حسب المتطوعات المنتشرات في الحارات والأحياء والمخيمات، بالإضافة إلى تلقي العلاجات التي تعطى للمترددين على الوحدات المستشفيات والمراكز الصحيه والوحدات الصحيه والفرق المتنقله سواء في المخيمات او في المجتمع المضيف. وهذه من الاجراءات الدائمه تعمل في محافظه مأرب في هذا الحالات وفي هذا المواسم الذي تمر بها حمى الضنك والحميات الاخرى. نعم دكتور ناصر، هل هناك حصيله بحالات الاصابه وكذلك الوفيات، ارقام محدده؟ طبعا الوفيات من اشمل الحالات، عدد الحالات في حمى الضنك الى نهايه شهر اكتوبر كانت 808 حالات، منها الوفيات قليله جدا مش كثيره، تقريبا 3 حالات الذي هي وفيات، اما الحالات الاصابه فيها 808. هذا بالنسبه للبلاغات التي توصل الى مكتب الصحه والسكان من برنامج الاديوز والمرافق الصحيه المنتشره في هذه المديريات. نعم، إذن لابد من إجراءات وقائية وكذلك عمليات رش مكثفة والتركيز على هذه الإصابات كون العدد وصل إلى أكثر من 808 حالات كما ذكرت دكتور ناصر السعيدي مدير الرعاية الصحية الأولية بمكتب صحة مأرب، كنت معنا شكرا جزيلا لك.